حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة لها على انخفاض بلغ دولارا وتسعة وعشرين سنتا ليصل إلى 71 دولارا وسبعة وستين سنتا للبرميل الواحد، لأنه سجل مكاسب أسبوعية بلغت دولارا وسبعة وعشرين سنتا. أغلق خام البصرة المتوسط على انخفاض أيضا بلغ دولارا وتسعة وعشرين سنتا ليصل إلى 74 دولارا واثنين وثمانين سنتا، إلا أنه سجل مكاسب أسبوعية أيضا بلغت دولارا وسبعة وعشرين سنتا. أما خام برنت فقد سجل انخفاضا بمقدار دولار وسبعة عشر سنتا ليصل إلى 74 دولارا وتسعة وسبعين سنتا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت دولارا وثلاثة وأربعين سنتا. كما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض أيضا بمقدار دولار واثني عشر سنتا ليصل إلى سبعين دولارا وسبعة عشر سنتا للبرميل الواحد، وسجل خسارة أسبوعية بلغت دولارا وسبعة وخمسين سنتا. رصدت غرفة التجارة في ديالا أربع إخفاقات في الاستثمار الحكومي في قطاع الإسكان، وقالت الغرفة إنه منذ عام 2003 وحتى الآن لم يجري تسليم وحدة سكنية واحدة في ديالا من مشاريع الإسكان الممولة من بغداد، رغم أنها أنفقت نحو 150 مليار دينار على مشاريع ما تزال متلكئة في بعقوبة والخالص ومناطق أخرى. حل معبر مهران الإيراني بالمرتبة الأولى من حيث الصادرات الإيرانية إلى العراق في الشهرين الأوليين من هذا العام بحسب ما أعلنت مديرية جمارك محافظة إيلام الإيرانية. نقلت وكالة ويرنا الإيرانية عن المديرية أنه يتم تصدير ما بين 500 إلى 600 شاحنة من البضائع من جميع أنحاء البلاد يومياً إلى العراق عبر معبر مهران، فيما بلغت قيمة الصادرات الإيرانية إلى العراق من المعبر المذكور نحو 227 مليون دولار خلال شهرين فقط. دعا البنك الدولي إلى توفير مساعدات مالية مباشرة للفئات الأكثر فقراً في الدول العربية، وتبني أنظمة تأمين ضد البطالة والانخراط في إصلاح أنظمة التقاعد. وأشار البنك إلى أن الإقصاء من سوق العمل هو السبب الرئيسي للفقر والحرمان في المنطقة، واعتبر أن جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا أنهما كانت لهما آثار مدمرة على مستويات المعيشة وما تزال قائمة. هذا وأضاف البنك أن الجائحة زجت ب 16 مليون شخص إضافي في دائرة الفقر بعد توقف نشاط أشخاص ينشطون في القطاع غير الرسمي، وأن 40% من المغاربة والجزائريين كانوا يعملون بأقل من 7 دولارات في اليوم الواحد، وهي نسبة تقفز إلى 70% في مصر و 90% في اليمن. وفي خبرنا الأخير، قالت وكالة بلومبرغ إن منطقة اليورو دخلت في ركود تقني منذ بداية العام الحالي وفقا للبيانات المنقحة. هذا وأظهرت الأرقام الصادرة عن الوكالة أو عن وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.1% للربع الثاني على التوالي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2003. يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن يواصل فيه البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في وقت لاحق من هذا الشهر، ومرة أخرى في شهر تموز في محاولة لخفض التضخم المتصاعد. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي، في أمان الله.